بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. مشاهدين الكرام في كل مكان، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا وسيدنا ريحانة رسول الله سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث تصادف شهادته هذا اليوم العاشر من المحرم. وعظم الله لنا ولكم الأجر بالمصاب الجلل الذي وقع هذا اليوم في مدينة كربلاء المقدسة، وكذلك في مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد، وكذلك في مدينة كويتة الباكستانية، حيث ضرج عدد كبير من المشاركين في إحياء مراسم عاشوراء الإمام الحسين الشهيد عليه السلام، فاختلطت الدماء بالدموع والأوصال المقطعة بالتراب. العزة والكرامة والشموخ لهؤلاء الشهداء، والخزي والعار للأيادي الآثمة التي قامت بهذه العمليات الدنيئة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. مشاهدين الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة أخرى من برنامجكم الأسبوعي مطارحات في العقيدة، والذي نبدأ من خلاله ببحث العقائد الإسلامية، خاصة عقائد أئمة أهل البيت عليهم السلام. أترككم مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود بعده لمواصلة وبدء بحثنا. مشاهدينا الكرام، في بداية برنامجنا نرحب بسماحة السيد العلامة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكره على تجشمه عناء المجيء في هذا اليوم إلى الاستوديو لكي نواصل ونكمل بحثنا الذي ابتدأناه في الأسبوع الماضي، وهو الإمام الحسين عليه السلام وحركة التأريخ. فأهلا ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بكم أيضا. سماحة السيد الحيدري، في الأسبوع الماضي بدأنا بالحديث حول عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، ونكمل بحثنا في هذا الأسبوع باعتبار أن اليوم هو العاشر من المحرم، حيث شهادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فنبدأ بالسؤال التالي، وهو: ما هي الدروس والعبر التي نستلهمها من عاشوراء الإمام الحسين؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة أيضا أقدم التعازي بهذا المصاب الكبير الذي وقع على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم يحيون هذه المناسبة الأليمة، مناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبودي في هذا المقام أن أشير إلى هذه النقطة، وهو أن هذه الأحداث التي تقع لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست جديدة في التاريخ،
ولا أقل نستطيع أن نتذكر التاريخ القريب، العقود الماضية التي مرت على هذا الشعب الممتحن في العراق، الصابر الذي صبر على كل هذه المحن. وما حدث في هذا اليوم في كربلاء، وما حدث في الكاظمية، وما حدث في بقاع أخرى وهم يحيون هذه المناسبة الأليمة، ليس أمرا جديدا، وهم قد تعلموا من التاريخ وأخذوا هذا الدرس من التاريخ، أن قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قد اختلط فيها، كما تفضل الأخ العزيز، قد اختلط فيها، اختلطت فيها الدموع بالدماء. في الواقع أن قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قضية لا يمكن أن تبقى حية إلا بهذا الجهد الذي نجده في كل سنة، وبإحياء هذه الشعائر كلفت ما كلفت. ووجدنا في السنوات الماضية وفي العقود الماضية أن النظام البائد حاول بكل ما أوتي من قوة أن يقف أمام هذه الشعائر وأمام إحياء هذه الذكرى والمناسبة الكبيرة والمهمة في تاريخ الإسلام، ولكنه ذهب وولى ولم يستطع أن يفعل شيئا. أتصور أن ما فعلوه أيضا في هذا اليوم سوف يكون أقل بمراتب مما فعله أسيادهم ومما فعله أكبر منهم في تاريخ حركة أئمة أهل البيت. يعني أنتم عندما ترجعون إلى زمن الأمويين، ترجعون إلى زمن العباسيين، ترجعون إلى مر التاريخ، تجدون أن مثل هذه الأحداث كانت موجودة، وأن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعطون الأيدي والأرجل والرؤوس طواعية لكي يصلوا لزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما كان في زمن المتوكل العباسي. نعم، أحسنتم، هذا الذي أريد أن أشير إليه، وهو أنه أساسا ليست قضية جديدة حتى أنه نقف أمام هذه القضية بدهشة وتعجب، ولكنه واقعا دهشتنا وعجبنا لماذا التاريخ هكذا يكرر نفسه ويعيد نفسه بلا أن يأخذوا هم الدرس من قضية الإمام الحسين. هؤلاء حاولوا، ليس كما قلت الطواغيت على مر التاريخ، حاولوا أن يقفوا أمام الحسين وأمام خط الحسين وأمام النهضة الحسينية، ولكنه ما استطاعوا. بل نجد بشكل واضح أنه كلما ازداد الضغط وكلما ازداد الأذى لهذه القضية ولإحياء هذه القضية، نجد أنها تتسع وتنتشر أكثر في بلاد العالم. أنا الآن واقعا قبل أن أدخل في إجابة الأخ، واقعا الآن انظروا، الإنسان عندما يقف أمام الفضائيات وأمام الإعلام يجد أن قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لعله إلى قبل 20 سنة أو 25 سنة كانت محصورة عند عدة مدن عند أتباع مدرسة أهل البيت، ولكنه الآن ما من عاصمة في العالم إلا وتحيا فيها هذه الشعائر وتحيا فيها هذه المناسبة. سماحة السيد الحيدري، أنا في كل سنة يعني أتابع إحياء هذه المراسم في البلدان، أشاهد وألاحظ أنه في كل عام تزداد بصورة أكثر وانتشارا. وفي هذا العام حتى في روسيا وفرنسا وفي أمريكا وفي ألمانيا كان هنالك إحياء لهذه المراسم. إذن القضية، أنا أتصور أنه نحن لا نتعجب إلا من هذه الحقيقة، هو أنه أعداء ثورة الحسين وأعداء خط الحسين وأولئك الذين لا يريدون لهذا النور أن ينتشر، لماذا لا يتعظون من التاريخ؟ ولماذا لا يتعظون من طواغيت التاريخ؟ ولماذا لا يتعظون من عقود 3 مضت على الشعب العراقي وهو ممتحن وصابر، ولكنه بمجرد أن ارتفع عنه هذا الضغط وهذا المنع وجدت أن الملايين، هؤلاء الملايين يتقاطرون إلى كربلاء مع كل الأخطار
ولعلكم سمعتم أيضا في الأخبار أنهم بعد هذه الأحداث التي حدثت في الساعة 10 صباحا نجد أن الناس أكثر عزما وجزما مارسوا هذه الشعائر وبقوا مصرين على أن يبقوا في كربلاء لإحياء هذه الشعائر. في الواقع فيما يتعلق بسؤالكم وهو أنه أساسا ما هو أهم درس نستطيع أن نأخذه من كربلاء ومن النهضة الحسينية ومن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أستطيع أن أقول في جملة واحدة، طبعا الدروس في كربلاء كثيرة، ذكرت في الأسبوع الماضي أن حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلاء هي مدرسة، وإن كانت من حيث الزمان لا تتجاوز الساعات التي ابتدأت من الصباح وانتهت لعله قبل ساعتين أو ساعتين ونصف قبل غروب يوم العاشر من محرم، الفترة لا تصل إلى 7 ساعات أو 10 ساعات، ولكنها 10 ساعات استطاعت أن تستوعب التاريخ بكامله. أنتم تجدون كأن هذه القضية صممت من قبل الله سبحانه وتعالى، وأقول هذه الحقيقة بنحو واضح وجازم أن هذه القضية المهندس لها والمصمم لها والمقدر لها هو الله سبحانه وتعالى. كثير من الأحداث الإنسان عندما يقف عندها لا يمكنه إلا أن يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى، طبعا عندما أقول قدر لا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم أنني أريد أن أذهب إلى نظرية الجبر في هذه القضايا، لا، تقدير بحساب بمعنى آخر يعني تنظيم هذا العالم وتدبير هذا العالم. والشاهد على ما أقول أننا عندما نأتي إلى الأنبياء جميعا قبل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، يعني ابتداء من آدم وانتهاء بالخاتم، تجد أنه ما من نبي جاء إلا وهو يذكر قضية عاشوراء ويقف عند هذه القضية. يتضح من هذا أن قضية الإمام الحسين قضية محورية في حركة تأريخ الرسالات الإلهية، أنه ما من نبي يأتي إلا ويقف عند هذه القضية. المهم هناك دروس، لأنه حركة الإمام الحسين مدرسة كما قلت، وهذه المدرسة فيها أبعاد متعددة، أبعاد سياسية، أبعاد اجتماعية، أبعاد أخلاقية، أبعاد جهادية، لا أستطيع في هذه العجالة أن أقف عندها جميعا، ولكن أهم درس أريد أن أخذه من كربلاء هو أن الإسلام عندما يقع في خطر، وأن الإسلام عندما يراد أن تجتث جذوره، يراد أن تقتلع كل ما يمكن أن يبقى وإن كان غير ممكن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ومثل كلمة كشجرة طيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أساسا لا يمكن للكلمة الطيبة أن تجتث من فوق الأرض، بل هي ثابتة وفرعها في السماء وتؤتي أكلها وتؤتي ثمارها ومعطياتها كل حين. ولكنه الدرس المهم من قضية عاشوراء هو هذه القضية، وهو أن العقيدة الإسلامية وأن الدين وأن الرسالة إذا هددت بالخطر فإنه ينبغي أن نقوم بما قام به الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا قام به الإمام الحسين؟ قام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بعمل كان يعرف نتائج هذا العمل، يعني كان يعرف أنه سيقتل في كربلاء. لا فقط قدم نفسه، بل قدم نفسه وقدم أهل بيته وقدم أصحابه وقدم كل ما يملك في سبيل بقاء هذا الدين وفي سبيل بقاء هذه العقيدة. فالإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء. أحسنتم، هو هذا الذي أريد، وهذا طبعا هذه الجملة وهو أنه محمدي الوجود وحسيني البقاء، هذا لعله إحدى تفاسير
قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أنا من حسين مني وأنا من حسين. واحدة من التفاسير التي قدمت لهذه الرواية ولهذا الحديث المبارك الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه أساسا أراد الإمام الحسين أراد الإمام الحسين بحركته واقعا عندما وجد أن الإسلام وعقيدة الإسلام معرضة من جذورها للخطر. هذه نقطة أساسية، نجد أن الإمام سلام الله عليه أقدم على هذا العمل. إذن الدرس الذي نأخذه واقعا من عاشوراء هو أنه ينبغي علينا إذا كانت الظروف التي نمر بها ظروف حسينية، هذه النكتة أؤكدها مرة أخرى، لأن الشرائط والظروف التي مر بها أئمة أهل البيت كانت مختلفة. هناك نوع من الشروط مر بها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نوع من الشروط مر بها الإمام الحسن، نوع من الشروط مر بها الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق، وكل قام بدوره كما ينبغي. إذا كانت الشروط التي تمر بالأمة شروط من قبيل تلك الشروط التي مر بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، عند ذلك ينبغي أن يكون الموقف موقفا حسينيا. بعد عند ذلك لا يجوز لنا أن يكون موقفنا موقف كموقف الإمام الصادق أو كموقف الإمام الباقر أو كموقف الإمام الرضا، لا 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 أبدا، وإنما لا بد أن يكون الموقف قد ركز بين الذلة والسلة، وهيهات بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. إذن أنا أتصور هذه القضية وهي قضية عاشوراء، أهم درس تعطينا هذه القضية وهذه الحركة في التاريخ هو أننا لا بد أن نقف على حركة الإمام الحسين لنقرأ ظروفها وشرائطها عند ذلك، لنقتدي بها عندما تمر الأمة بمثل هذه الشرائط. طبعا وإن كان خارج عن محل الحديث، ولكن بودي أن أعرج ولو لكلمتين إذا تسمحون. في الواقع بأنه الآن تجدون بأنه في الساحة العراقية الشعب العراقي شعب مسلم، وجاهد وناضل وأعطى الملايين من الشهداء لحفظ هويته ولحفظ دينه. لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة بأنه أساسا إذا كان هناك من عدو، سواء كان داخليا أو كان خارجيا، يريد أن يمس هوية هذا الشعب وهو الإسلام، أراد أن يقف أمام هوية هذا الشعب الذي هو الإسلام، الذي هو الارتباط بالقرآن، في الواقع أنه لابد أن نقف موقفا حسينيا في هذا المجال. سماحة السيد، هناك 5 دقائق جيد حتى نستقبل تليفونات الأخوة، فنسأل سؤال آخر حتى نستقبل أسئلة الأخوة المشاهدين. فضلوا. سماحة السيد الحيدري، ما هي أهم خصائص الموقف الحسيني والموقف الزينبي؟ هنالك موقفان في عاشوراء في محرم، أحسنتم. الموقف الحسيني والموقف الزينبي، سلام الله، والموقفان لهما شأن كبير، أحدهما مكمل للآخر، جزاكم الله خيرا. فما هي أهم خصائص الموقف الحسيني والموقف الزينبي؟ جيد جدا، وإن كان الوقت قصير جدا ولكنه أحاول أن أقف بعض الكلمات عند هذا التساؤل. في الواقع بأنه عندما نأتي إلى عاشوراء، صحيح نحن نعتقد بأن سفينة الحسين هي أوسع السفن، قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة الحسين أوسع وأسرع. نحن نعتقد هذا. في الواقع تجدون بأنه القضية الحسينية ونهضة الإمام الحسين وثقافة عاشوراء استطاعت أن تدخل قلوب الملايين من البشر، وعندما أقول من البشر لا أستثني أحدا، سواء غير المسلمين سنتم، وأريد أن أقف عند هذه القضية، وهو أن القضية الحسينية قضية ذات خطاب تستطيع أن تحرك وجدان الإنسان، تستطيع أن تحرك عاطفة الإنسان،
مشاعر الإنسان. الحسين شهيد العبرات. وأحسنتم. إذن قضية الإمام الحسين أنا أتصور بأنه نحن نستطيع من خلال ثقافة عاشوراء أن نمد الجسور إلى كل طبقة، إلى كل الطبقات وإلى مختلف الاتجاهات. وهذا ما تجده، أنت تجد بأنه في إحياء الشعائر وفي مناسبات إحياء الشعائر ليست هذه الشعائر مختصة بطبقة أو بأخرى، بنخبة أو بأخرى، بجماعة أو بأخرى، لا ليس الأمر كذلك. تجد العالم وغير العالم، الغني وغير الغني، الذي له ارتباط تديني جيد أو ليس له، الكل يستطيع أن يستطيع الحسين أن يخاطبه بخطابه من كربلاء. لذا أنا قلت في المقدمة كأن هذه القضية، قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، صممت تصميما فوق الزمان والمكان، كأنها صممت لتستوعب كل زمان وكل مكان. وهذا ما نجده، وهذا ما نجده فعلا في الواقع. في الواقع عندنا وقت وقت موجود ثلاث دقائق. في الواقع بأنه أساسا الموقف الحسيني، أنا بودي أنه هذه النقطة يلتفت إليها جيدا، أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أراد من أتباعه أن يتابعوه في كربلاء، أنا بودي أن المشاهد الكريم يرجع إلى تاريخ الإمام الحسين وحركة الإمام الحسين منذ أن بدأت من المدينة ومرت بمكة ومرت بمراحل لاحقة إلى أن انتهت إلى كربلاء. كان مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مئات من الناس الذين تبعوه وخرجوا معه من المدينة ومكة، ولكنه نحن نجد بأنه في يوم العاشر من محرم لم يبق معه إلا هذا العدد القليل، وهم لا يتجاوزون العشرات. لماذا؟ باعتبار أن الإمام الحسين أراد أن يوجه لنا هذه الرسالة المهمة عبر التاريخ، وهو أن الذي يريد أن يعطي للدين وللإسلام لا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. فلذا تجد بأن الإمام في كل مرحلة يضع لهم فلتر إن صح التعبير، وبهذا الفلتر والغربال يصفيهم طبقة تسقط ثم طبقة ثانية تبقى، طبقة تسقط ثم طبقة ثانية تبقى. وأساسا الإنسان إذا يراقب تأريخ ويراقب حركة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، تجد أنه في ليلة العاشر من محرم يتكلم مع الجماعة الباقية، يقول اتخذوا هذا الليل جملا، رفعت عنكم البيعة، إذن ماذا؟ أخرجوا من كربلاء. ويخرج العشرات ويخرج عدد كبير. إذا نرجع الوقت لا يسع أن أقف عند هذه القضية. عجيب تأريخ حركة الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. في أصحاب الإمام الحسين كان هناك أناس كانوا من حفاظ القرآن وكان لهم تأريخ طويل في الجهاد، ولكنهم انقلبوا على الإمام الحسين. وكان هناك أناس كانوا مخالفين للإمام الحسين كزهير أو كحر، ولكنه توفقوا وصاروا في خدمة الإمام الحسين. وهذه هي حركة التأريخ، هذه لابد أن نلتفت إليها هذه النقطة. إذن جملة واحدة أقول، أن الحركة الحسينية تريد الإخلاص منا، تريد الصفاء ولا تريد أيا كان. أحسنتم سماحة السيد الحيدري، سنعود لهذا المرة أخرى لأن يستحق الوقوف عنده كثيرا. مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم، ونرجو أن تكون أسئلتكم حول محور البرنامج الذي هو حركة الإمام الحسين في التاريخ، أو حركة التاريخ في عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. بعد هذا الفاصل نستقبل أسئلتكم بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم، وقبل أن نبدأ نرجو أن تكون أسئلتكم مختصرة حتى يتاح الوقت لباقي الأخوة المشاهدين من طرح أسئلتهم. نبدأ أولا بالشيخ حيدر من المملكة العربية السعودية. تفضل شيخ حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام أخي. تفضل. عليكم السلام أخي. أهلا ومرحبا، تفضل.
ترفع تعازينا الحر يا اخي لا سمحت الشيخ الحيدري وكل ما يسمعني. احسنتم بارك الله فيكم. يا انت على التمر يا اخي انت واذانك المتصفطه تسمعوني يا اخي انا عندي بقى. عفوا شيخ حيدر صوتك تقريبا ما مفهوم اذا امكن صوتك اكثر. نعم اقول اذانك المتصفطه ملا التمر على اقول هو وتعازينا الحارة ونقدم كله ومن ينزق يقدم التعازي كانت هذه مداخلة للشيخ حيدر من السعودية حيث قدم التعازي بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. يبدو أن لم يكن لديه سؤال فقط كانت مداخلة. لدينا سؤال آخر من الأخ عمر الشطري من ألمانيا. تفضل أخ عمر الشطري. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية أخي لك مقدم البرنامج وإلى شيخنا الجليل إلى السيد كمال الحيدري. وأهلا ومرحبا بك تحية لك أيضا. الصوت عندكم واضح؟ نعم نعم تفضل. تفضلوا. نعم أنا لدي رسالة يا أخي لأنه أنا كنت في العراق. نعم. لدي رسالة إلى كل شرفاء العالم. تفضل. وخاصة إلى شيعة العراق لأنه شيعة العراق هم العرب الأصليين وهم أهل العراق هم الأولى بالعراق. وأرجو أن لا تقاطعوني. إذا أمكن باختصار أخي. اسمح لي يا أخي أهم من باقي القضايا اللي مثل من العراقيين. أنا كنت في العراق والشيء اللي لاحظته في العراق أنه هناك عصابات من المجرمين والقتلة. هناك حراوية قطاعين طرق. هؤلاء يسموهم بالمقاومة وهم بعيدين عن المقاومة. وهناك عصابات تساند هذه العصابات الموجودة داخل العراق. عصابات جاءت من خارج العراق من الوهابية خلينا نكون واقعيين. أخ شطري أخ شطري أعتذر. جاءت من خارج العراق. أخ شطري أعتذر أخ شطري اسمح لي. لا لا اسمح لي أرجوك إنما تطرحه الآن هذا هو مطروح تقريبا في الفضائيات وتكلم الكثير حول هذا الموضوع. أرجوك برنامجنا يتناول محور حركة الإمام الحسين في التاريخ. عفوا أخ شطري إذا كان لديك سؤال حول هذا المحور تفضل. يا أخي خليني أوضح لك الأمور أرجوك. إذا أمكن إذا جاءت من خارج لا تقاطعني بالله عليك لا تقاطعني خليه يسمع العراقيين. بحثك أخ شطري خارج عن المحور. أنا لا أريد أن أقاطعك ولكن هنالك الكثير. المصيبة بالعراق والمصيبة جاءت من داخل العراق ومن خارج العراق. هذه المشكلة يا أخي الوهابية وبني أمية دخلوا للعراق ليساعدوا هذه العصابات اللي موجودة داخل العراق. هذا واحد. توجد عصابة ثانية. لا أخينا هذا مو حديثنا هذا. أخ شطري أنا أفهم ما يجول في صدرك وخاطرك. أنت صدرك مليء بالحزن لما حدث في هذا اليوم ونحن نواسيك ونحن أيضا نحمل نفس الهموم ونحمل نفس المشاعر صدقني. ولكن ما هو سؤالك إن كان لديك سؤال حول محور برنامجنا؟ لأن هناك أخوة كثيرون ينتظرون خلف الهاتف لطرح أسئلتهم كي يستفيدوا من هذه الفرصة. شكرا للأخ عمر الشطري من ألمانيا. نستقبل أخ آخر وهو أسامة الدوسري من الإمارات العربية المتحدة. تفضل الأخ أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا أحسن الله لكم العزاء. الله يحفظكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. مولاي عدي مداخلة وسؤال. تفضلوا. المداخلة هو أن الإمام الحسين عليه السلام خرج وطلب من القوم أكثر من مرة وخطب بهم وخوفهم وطلب منهم أن يرجعوا عما نووا عليه من قتله. هذا أكثر من مرة حصل. قصدك من كلمة خوفهم وعظهم يعني. نعم وعظهم. وعظهم وأخافهم من عذاب الجبار. لأن قتله كأنما قتل للدين والإسلام ولرسول الله. أحسنت. وكان باستطاعة القوم أن يقتل الإمام الحسين من أول الأمر برمية رمح أو سهم. أحسنت. نعم. وكذلك عندما خرج الإمام الحسين بعبد الله الرضيع ليطلب له الماء.
فالسهم الذي رمى به حرمل ابن كاهل عليه لعنة الله عبد الله الرضيع كان من الممكن أن يرمي به الإمام الحسين سلام الله عليه، وسهل عليه، هذا الأمر مو بعيد وليس بصعب وممكن، ولا وذلك ولكن القوم لم يقتلوه من أول الأمر، وكان غرضهم أن يركعوا الإمام الحسين سلام الله عليه إلى يزيد ويخضعوه إلى مطالبهم، ولكن أبى الإمام سلام الله عليه إلا الرفض التام وقبول الموت على أن يخضع ويركع إلى هذا الفاجر الظالم. أحسنتم أخ أسامة، ما هو سؤالكم؟ مولاي هاي المداخلة والسؤال. تفضل بطرح السؤال. السؤال، نحن في العراق لدينا مثل أو ما أعرف يعني هذا مصدر منين، أنه سفرة الحسين واسعة، فما أصل هذه الكلمة وما أنا جزاكم الله خير الجزاء مولاي. أحسنتم. سؤال الأخ أسامة الدوسري، أنه يقولون بأنه بلي إشارة إلى نفس الحديث بلي. نعم. فيما يتعلق بمداخلة الأخ الشطري، وهو أنه نعتذر أنه أساسا قلنا في مقدمة الحديث بأنه نرجو أن تكون التساؤلات أو المداخلات مرتبطة بمحور البرنامج. في الواقع بأنه النقطة التي أشار إليها نحن أيضا نتفق مع الأخ، وهو أنه لا يمكن تسمية ما جرى في كربلاء وفي الكاظمية وما جرى من قبل ذلك في النجف وما جرى في مناطق أخرى من العراق من قتل الأبرياء، لا يمكن تصنيف ذلك وجعلها في دائرة المقاومة للمحتل. مع احترامنا لهذا المبدأ القانوني والمبدأ العقلائي والمبدأ الإلهي من أن المحتل يجب أن يقاوم، هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام من كان هذا اليوم في كربلاء بين هؤلاء الناس حتى يقاوم بهذه الطريقة، الأطفال والنساء والعزل وكبار السن وإلى غير ذلك. في الواقع أو من هنا أنا أحاول، وإن كان خارج عن حديثنا، ولكن أحاول أن أوجه خطابي إلى الفضائيات، إلى القنوات، إلى الجهات الإعلامية التي تحاول أن تصنف كل ما يحدث في كربلاء وتجعلها في دائرة مقاومة المحتل. ليس الأمر كذلك، ينبغي لنا أن نميز بين مقاومة الاحتلال وبين ما يجري من قتل الأبرياء بلا سبب وبلا دليل وإخافتهم بهذه الطريقة التي رأيناها في هذا اليوم. أما فيما يتعلق بسؤال الأخ، وهو أنه أساسا سفرة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام واسعة، إشارة إلى ما أشار إليه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال كلنا سفن النجاة كما قرأت الرواية، وسفينة الحسين أوسع وأسرع. في الواقع لماذا أوسع؟ باعتبار أننا ذكرنا أن خطاب الإمام الحسين وحركة الإمام الحسين استطاعت أن تجسر العلاقة مع كل إنسان، لا فقط مع المتدين، لا فقط مع أتباع مدرسة أهل البيت. أنتم تجدون أنه كثير من زعماء العالم الذين لا يعتقدون بمدرسة أهل لا يعتقدون بمدرسة أهل البيت، لا يعتقدون بالإسلام، ولكنهم عندما قرأوا حركة الإمام الحسين تأثروا لأن في قضية الإمام الحسين وفي حركة الإمام الحسين كما أشرت في الأسبوع الماضي عصارة كل القيم الإنسانية. حركة الإمام الحسين هي حاوية وشاملة لكل قيم الإنسانية، فمن وقف عليها لا يمكنه أن لا يتفاعل معها. هذا الخطاب يستطيع أن يستوعب أكبر قدر ممكن من البشرية، ومن هنا بهذا المثل الشعبي الذي أشرت إليه وهو واسع. أنها سفرة الحسين واسعة. أحسنتم سماحة السيد. الأخت أم جنات من إيران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لمقدم البرنامج وللسيد الجليل، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، مصاب أبي عبد الله الحسين. سؤالي للسيد الجليل هو أنه كلنا نعلم أن ظهور الإسلام من أرض من شبه الجزيرة العربية خرج الإسلام، ونفس الوقت نلاحظ أنه يزيد انتخب الشام إلى مقر للخلافة. فسؤالي هنا، لماذا اختار الإمام الحسين أرض العراق بشكل خاص أنه انتخبها
لقضية معركة كربلاء، وعلى ضوء يعني انتقال الإمام الحسين في أرض كربلاء نشوف من ذاك اليوم ولحد الآن البلد العراقي يتمتع بخصوصيات خاصة من ناحية التضحيات، وحتى من ناحية الناس اللي يعيشون عندهم صفات قد يكون تختلف عن البقية. فسؤالي ما أدري هل إنه هذا أمر غيبي قد لا يكون يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو أكو فد أمور أخرى؟ نسأل نرجو من الشيخ من الأستاذ الجليل أن يجيبنا على هذا السؤال. وشكرا. أحسنتم أحسنتم. نستقبل تليفونا آخر من الأخ أبو مرتضى القطراني من إيران أيضا. تفضل أخ أبو مرتضى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. صحتك سيد الجليل. الله يحفظكم إن شاء الله. عظم الله أجوركم وأجوركم سيد الشهداء عليهم الصلاة والسلام. وعظم الله أجوركم أيضا. عفو. أكو طبعا ما ذكر سماحة السيد جليل قال ما من نبي يأتي حتى يقف عند مسألة الحسين عليه السلام. طبعا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم حملة الأمانة ومستودع الرسالة، ابتلوا بالمناوة والعداوة والأبعاد والتشريد والتهمة والريبة. نتوقف على مسألة الريبة. مولانا العزيز تفضلت بهذا ما ذكرته ما من نبي، فأكو مسألة مهمة جدا. هناك أكو يعني إشكالات وأكو يعني تهم بهذه المسائل. يعني احنا نعرف انه الرسول عندما يقول كلام طبعا لا يمكن انه يكون يعني جادلون عليه بعد اثنين، لا يمكن هذا ان يكون يعني الشيء يعني صادق 100%. فمثلا عندما يقول كما قال ابن عباس يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه فقال قال بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب علي. فهاي المسألة بعد يعني قانون ثابت، قانون يعني إلهي. فهناك الشوفة شو تقول يعني يأخذون القرآن في الذريعة على هاي المسألة ويقولون مثلا هاي الأمور يعني مجرد الشيعة، هاي مسألة يعني بدعة. يعني مثلا يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أخ أبو مرتضى واضح أن هاي المسألة عفوا الله خير الجزاء. أخ أبو مرتضى عيد السؤال مرة أخرى. لا في السؤال يعني احنا نقول أكو يعني هاي الريبة ومسألة الإشكالات والشبهات اللي تطرح على الشيعة، يقولون أنه هاي الأمور يعني كل بدعة والشيعة هم اللي يعني يخلون هاي الأمور ويجيبون مثل ما يقول يعني لصالحهم أو أئمتهم. أخ أبو مرتضى. أخ نعم. أبو مرتضى أنت نعم. تريد أن تقول بأن هنالك روايات نعم حول أهل البيت نعم أو حول عظمة وتألق أئمة أهل البيت نعم. البعض يقول له هذه أحاديث غير موجودة أو روايات غير موجودة أو نعم بدعة، هكذا تريد أن نعم يعني يأخذون القرآن من عند فد آيات ويخلونها يعني بحيث يخلون المستمع اللي يعني شوية تشكيك في هذه الروايات. وصل سؤالك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. نستقبل تليفونا آخر من إيران الإسلام أيضا وهو الأخ حسن عاملي. تفضل أخ حسن عاملي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. عظم الله وزورنا وزوركم وأنتم كذلك. عفوا سؤالنا للسيد كمال حيدري. تفضل. مسألة دعاء السيدة زينب على أهل الكوفة هل هو مستمر إلى حد الآن؟ وإن كان كذلك فماذا نفعل ب ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أحسنتم. أجرك الله. أتصور نجيب عن الأسئلة الثلاثة التي الأول الأخت أم جنات من إيران. الذي جاء من الأخت أم جنات واقعا من الأسئلة المهمة والأساسية. نحن لابد أن نقدم مقدمة مختصرة وهو أنه أساسا عندما تأتي شريعة أو عندما تأتي نهضة أو عندما تأتي حركة في أرض معينة وفي جماعة وأناس معينين ليس ذلك جزاف،
يعني عندما نأتي ونجد بأن حركة النبي والدين الإسلامي إنما جاء في الجزيرة العربية وفي هذه الأرض وفي هذه الجماعة، لم يكن هذا جزافا، وإنما هناك خصوصيات أدت إلى أن تأتي هذه الشريعة في هذا الموضع وفي هذا الزمان وفي هذا المكان وفي هذه الجغرافيا، ولم تأتي في مكان آخر. كذلك فيما يتعلق بقضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه لماذا اختير لها هذه البقعة من الأرض وهي كربلاء. طبعا بودي أن يكون في علم المشاهد الكريم أنه واقعا أنه في العراق وفي الشعب العراقي هناك مسائل كثيرة. نحن نجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أكبر الأغلب الأئمة وأكثر الأئمة مضجعهم ومرقدهم الشريف أين؟ في العراق. في العراق. نحن نجد بأنه أساسا حركة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام لإقامة الدولة العالمية أيضا تبدأ من العراق، وإن كانت الحركة تبدأ من مكة، ولكنه أيضا من مواقعها الرئيسية الكوفة والعراق. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذه البقعة من الأرض وهذا الشعب وهذه الأمة التي تحمل لواء وراية أئمة أهل البيت أناس واقعا فيهم خصوصيات للقيام بهذا الدور الأساسي. طبعا أنا عندما أقول بأنه الشعب في العراق وأتباع مدرسة أهل البيت، طبعا بودي أن هذه النقطة أيضا يلتفت إليها أو يلتفت إليها المشاهد الكريم. نحن عندما نقول أتباع مدرسة أهل البيت لا نريد بالضرورة أن يكونوا من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، لا، ليس الأمر كذلك، باعتبار أن الولاء والمحبة والمودة والارتباط والاقتداء بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليس هذا خاصا بشيعتهم. نعم هناك بعض المسائل اختصت بها شيعتهم، ولكنه أنهم أبناء رسول الله وأنهم من علماء الأمة، بل أعلم علماء الأمة، وأنهم أزهد زهاد هذه الأمة، هذا لم يختلف فيه اثنان من علماء المسلمين. أتصور أن الارتباط بأئمة أهل البيت والاقتداء بهم ومحبتهم ومودتهم والارتباط بهم هذا ليس من مختصات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل هي حالة عامة في جميع المسلمين. وأنتم وجدتم بأنه الاحتفال بذكرى استشهاد إمام الحسين في العراق وفي كربلاء لا يختص فقط بشيعة أئمة أهل البيت، أنتم تجدون بأنه الاتجاهات الأخرى والمذاهب الإسلامية الأخرى بشكل صريح وواضح أيضا في هذه المناسبة إلا ما شذ وندر. إذن مسألة الإمام الحسين وارتباطها بكربلاء وارتباطها بالشعب العراقي وارتباط قضية ظهور الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام وهذه الراية من العراق، واقعا هناك مجموعة من الخصائص وجدت في هذه الأرض وفي هذه المنطقة وفي هذا الشعب. والآن واقعا الإنسان إذا يريد أن ينظر إلى تاريخ هذا الشعب وهذه البقعة من الأرض يجد هناك خصائص كثيرة، ولكن الوقت لا يسع للدخول في ذلك. سؤال فيما يتعلق بالأخ أبو مرتضى، في الواقع بأنه هذه طبيعة من لا يريد أن يبحث القضايا بشكل علمي. أساسا هذا البرنامج وهو برنامج مطارحات في العقيدة إنما جاء للإجابة على مثل هذه التساؤلات ومثل هذه الشبهات التي طرحت. لذا نحن حاولنا من ابتداء هذه الأبحاث أن نقف عند الأدلة القرآنية والروائية، وحاولنا أن تكون هذه الأدلة الروائية تقريبا متفق عليها بين الفريقين ليمكن عكسها للمجتمع الإسلامي. فيما يتعلق بسؤال الأخ العاملي دعاء زينب، عفوا سماحة السيد، هنالك تليفون آخر نستقبله حتى ننهي المكالمات الهاتفية ونجيب على هذين السؤالين. خادمة أهل البيت من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. من عظم أجرك في جدك الحسين عليه السلام. سيدنا
والسنة استمعت من أحد الخطيبات تقول في قراءتها إن الإمام عليه السلام الحسين استمهل شمر حتى يصلي ركعتين، ما صحت هذه الرواية؟ عفوا إذا أمكن كرر السؤال أختنا، كرر السؤال. استمعت من أحد الخطيبات نعم تقول في قراءتها إن الإمام الحسين عليه السلام استأذن من شمر ليصلي ركعتين، سؤالك صحت هذه الرواية؟ حسنا حسنا، شكرا جزيلا. سماحة السيد الحيدري، سؤال الأخ حسن عاملي حول دعاء السيدة زينب. نعم. تصور في الواقع بأنه فيما يتعلق بهذه الأدعية التي صدرت من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، معذرة سماحة السيد، طبعا هذا السؤال يكرر دائما ومطروح دائما، يعني لو كان أحسنتم، لذا قلت أنه لا. هذا التساؤل أيضا موجود في كلمات الإمام لا. أمير المؤمنين لا. عليه أفضل الصلاة والسلام، وموجود في كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ودعاؤه في يوم عاشوراء أيضا، وكذلك موجود في كلمات زينب سلام الله عليها وباقي أئمة أهل البيت. في الواقع بأنه هناك اصطلاح أصولي يذكره علماء الأصول، يقولون بأنه مثل هذه القضايا أو مثل هذه الكلمات والأدعية عندما تخرج للإشارة إلى قضية خارجية، يعني المشار إليه والمخاطب هو المعني بهذه الكلمات، لا أنه كل من صدق عليه أنه أهل الكوفة تصدق عليه هذه الكلمات، كما أنه في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يمدح أو يذم أيضا لا يريد أن يمدح بشكل مطلق أو يذم بشكل مطلق، وإنما يمدح أو يذم أولئك الذين كان يخاطبهم. ومن الواضح بأن زينب سلام الله عليها أو الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم عاشوراء إذا صدرت منهما هذه الكلمات فهي للإشارة إلى من كانوا يخاطبونهم بهذا المجال، ولا يكون شاملا لغير من خاطبوهم إلا إذا كانوا على فعالهم، يعني إذا كان في هذا العصر من هم على فعال من خالفوا الإمام الحسين وحاربوا الإمام الحسين، نعم يشملهم الخطاب الحسيني أو الخطاب الزينبي، سواء كانوا على مستوى فعالهم أو رضوا بأفعال السابقين، لأنه من رضي بفعل قوم حشر معهم. إذا لم يكن منهم لا اعتقادا ولا عملا ولا قبولا، بطبيعة الحال لا يكون مشمولا لمثل هذه الأدعية، عند ذلك بعد لا معنى لأن نطبق ولا تزر وازرة وزر أخرى. تجيبون على سؤال بلي لأن لدينا اتصال هاتفي بلي إذا كان باختصار سماحة بلي فيما يتعلق بهذا لم يثبت تاريخيا هذا، باعتبار أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في تلك الحالة أساسا لم يكن مهيئا ولم يكن بحالة يسمح له بالصلاة حتى يستأذن من أحد بالصلاة. نعم في يوم عاشوراء فقط فيما يتعلق بصلاة الظهر وصلاة العصر عندما طلب بعض أصحابه من القوم ممن كانوا جاءوا لمحاربته ولقتله طلبوا منهم لم يستأذنوا نعم، وإنما أشاروا إليهم بهذه القضية، فهذه القضية التي تشيرين إليها لا أصل لها. الأخ أبو أحمد الموسوي من الدنمارك، تفضل الأخ أبو أحمد. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام السيد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله لكم الأجر وتقبل الله طاعتكم وأعمالكم إن شاء الله. مولاي العزيز، أقول أن التاريخ يتسول على بوابة كربلاء، وما زالت الموت في كربلاء ولادة، لقد أنقذ الإمام الحسين الدين في العصر الأموي الأول، وأنقذ اليوم الدين أيضا. أخي السيد العزيز، في قراءة للإعلام الغربي هذا المتحامل، فإننا من خلال القراءة الأولية نرى بأن الإسلام فقد اليوم، فلقد أثرت هذه العمليات أن الإسلام بريء من الذين يقاتلون باسم الإسلام ولا يقاتلون في سبيل الإسلام، لقد عرف العالم رب ضارة نافعة سيد العزيز. لكن مولاي العزيز، إلى متى نبقى نبتز بالثنائيات العقيمة؟ ابتز العراق قبل الحرب، أما صدام أو الحرب فقلنا لا لصدام ولا للحرب، أما اليوم يبتز باسم الإرهاب أو الفتنة فنقول لا للإرهاب ولا للفتنة. يا مولاي العزيز، لدينا مشروع
يكون أعضاؤه على أبناء العراق في الخارج وعلى أبناء المسلمين في الخارج وليس على في الداخل. وهو المشروع أنه نستفاد من إمكانيات أنه نحن مواطنون أوروبيون ولنا الحق أن نرفع دعاوي ضد في المحاكم العالمية ضد من يحمل دعوة أو موقف يؤدي بالأذية لنا. فهل هذا يتخالف مع الشرع يا مولاي العزيز أو ممكن تطوير هذا المشروع نحو الأفضل؟ وأيضا مشمول ضمن هذا المشروع تغيير المناهج التي لا تعتمد على الكتاب والسنة المحمدية الشريفة، لأن نحن نعتقد السنة المحمدية الشريفة هي اللي تعطي مكانة أهل البيت حقهم والتي تعيد الحق لهم. والاعتراف بالولاية هي السنة المحمدية الشريفة، وكذلك نطالب ببناء مقاطع البقيع. وشكرا جزيلا يا مولاي. أحسنتم أخ أبو أحمد. أبو أحمد الله سماحة السيد لم يبق لدينا سوى دقيقتين أتصور بل في الواقع بأنه بل هنالك اتصال هاتفي من الأخ حسين الجمعان من السعودية، نعتذر له شديد الاعتذار لا أتصور. تفضل أخ حسين الجمعان اطرح سؤالك ربما نجيب عليه في الأسبوع القادم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم إن شاء الله. وأجوركم أيضا. سؤالي بالنسبة الصور المعروفة مثل صورة الإمام علي وصورة الإمام الحسين، هل يجوز رسمهم ونعلقهم في الحسينيات ولا لا؟ أحسنتم. والفقرة الثانية أنصار الإمام الحسين عليه السلام، هل هم أنصار الإمام المهدي؟ هل هم أنصار أحسنتم أنصار الإمام الحسين عليه السلام، هل هم نفسهم أنصار الإمام المهدي؟ لدينا دقيقتين سماحة السيد. لا أتصور طبعا يكفي، ولكنه فيما يتعلق بأسئلة الإخوة خصوصا الأخ أبو أحمد وكذلك الأخ حسين، في الواقع أنه جملة من هذه الأسئلة وخصوصا ما يتعلق بالأخ أبو أحمد هو أنه هذه المشاريع التي تفضلتم بها بعضها مشاريع فقهية أنه يجوز أو لا يجوز، هذه أنا أتصور بأنه الإخوة يحاولوا أن يرجعوا فيها إلى مراجع تقليدهم ويستفتوا المكاتب الرسمية التي ينتمون إليها. وكذلك فيما يتعلق بسؤال الأخ من السعودية وهو أنه هل يجوز تعليق هذه الصور أو لا يجوز، أيضا المسائل الفقهية التي يمكن الرجوع فيها إلى مراجع التقليد، لأنه هذه المسألة مسألة الصور أيضا فيها اختلافات فقهية. لذا وكما تعلمون وأعتذر للمشاهد الكريم أنه برامجنا أو حلقاتنا قائمة على أساس البعد العقائدي والفكري والثقافي، أما فيما يتعلق بالاستفتاءات الفقهية وغيرها فموكولة إلى مكان آخر. أما المشروع الذي أشار إليه الأخ من أبو أحمد من الدنمارك وهو المشروع الثقافي وأنه أساسا المناهج وغيرها، أنا بودي أنه إذا كانت هناك تفصيلات يمكن أنه في محل آخر لا من خلال هذا البرنامج أن نقف عليها لنستطيع أن نبدي فيها رأيا. سؤال الأخ حسين الجمعان أنصار الإمام الحسين عليه السلام، هل هم فيما يتعلق بأنصار الإمام الحسين؟ أنا لم أشاهد رواية بهذا المعنى، لعله أيضا في الرجعة أيضا يكونون أو لا يكونون، واقعا تحتاج إلى مراجعة في الروايات، لأنه في اعتقادنا بأنه في الرجعة كثير من الأصحاب يرجعون في تلك الرجعة، أما أنه هم نفسهم من أصحاب الإمام الحجة أو لا يحتاج إلى متابعة. أحسنتم سماحة السيد. مشاهدين الكرام، نعتذر لبعض الأخوة الذين لم نجب على أسئلتهم لضيق الوقت، حيث أن الوقت قد أدركنا وللأسف الشديد. نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد كمال الحيدري لإجابته على هذه الأسئلة متفضلا، وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى الملتقى بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا الحسين عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.